السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب. في فيديو النهاردة بإذن الله انا جايب لكم سورة عظيمة، هي سورة قضاء الحاجات، وهي سورة تحقيق المعجزات، وهي سورة تحقيق الأمنيات، وهي السورة التي بفضل الله عز وجل ما قرأها أحد بنية قضاء حاجة إلا وفضل الله عز وجل حاجته قضيت. هذه السورة يا جماعة أنا ذكرت كتير في القناة أن أنا جربت أو كان ليا معاها بعض التجارب، وكان ليا مع هذه السورة كثير من التجارب يا جماعة. السورة دي هي سورة عظيمة جدا، وهي سورة ياسين. سورة ياسين يا جماعة من السور العظيمة جدا في القرآن الكريم، واللي اتكلم عنها كثير من العلماء وكثير من العارفين وكثير من الزاهدين حول أسرار وفوائد هذه السورة، لدرجة أن بعض العلماء يا جماعة كان بيقول أن سورة ياسين هي لما قرئت له. يعني كان من المعروف عن هذه السورة أنها هي لما قرئت له. يعني إيه هي لما قرئت له؟ يعني لو أنت عندك حاجة أو أمنية أو هدف بتقرأه، لو أنت قرأت هذه السورة بنية تحقيق هذا الهدف أو بنية تحقيق هذه الأمنية، حاجتك قضيت وتحققت بفضل الله عز وجل. ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة ياسين هي كانت قلب القرآن، لكل شيء قلب، وقلب القرآن ياسين. فالسورة دي يا جماعة سورة عظيمة جدا، وبجد يا جماعة سورة زي ما قلت لكم أنا كان ليا معاها بعض التجارب. أنا بفضل الله عز وجل ما كنتش أدخل امتحان أو كنت بيبقى رايح لحاجة معينة أو رايح لهدف إلا وكنت بقرأ هذه السورة، وكان ربنا بيكرمني بعدها. وسورة ياسين يا جماعة كان معروف عنها إن هي أفضل علاج للاكتئاب. يعني لو أنت شخص عندك حزن أو حزين أو مكتئب أو عندك مشاكل أو عندك أزمات أو بتشعر دايما بالحزن ونفسك تبقى فرحان ونفسك تبقى مبسوط، فبتقرأ هذه السورة مرة واحدة وبتشوف بعدها بإذن الله هتلاقي الاكتئاب والمشاكل وكل الحزن اللي عندك بإذن الله اتشال نهائيا. طبعا سورة ياسين لها كثير من الأسرار وكثير من التجارب. النهاردة أنا جايب لكم سر وجايب لكم فايدة بإذن الله. الفايدة دي أنت لو أنت بإذن الله عملتها بنية تحقيق حاجة معينة أو بنية تحقيق أكثر من حاجة، بإذن الله الحاجة أو الحاجات اللي أنت حطيت في نيتك أن أنت تحققها بعد ما تقرأ هذه السورة، بإذن الله حاجتك هتحقق، وبإذن الله الشيء اللي أنت بتتمناه هيتحقق، والشيء اللي أنت عايزه بإذن الله يتحقق. طيب يا عبد الله، إيه هي الحاجات أو إيه هي الأمنيات أو إيه هي الأشياء اللي ممكن تتحقق؟ والله الأشياء أو الحاجات دي ممكن تبقى رزق معين أنت عايزه، سواء رزق مال أو رزق أطفال أو رزق زواج، حتى لو أنت فتاة بتعاني من تأخر في الزواج. الحاجات دي ممكن يبقى هدف أو شيء أنت نفسك تحققه بشدة وبتواجه فيه عقبات كتير، فبإذن الله الفايدة دي هتلاقيها قصرت لك كل العقبات وكل الحواجز في طريقك للوصول لهدفك أو في طريقك لتحقيق هدفك. فزي ما قلت لكم الفايدة دي يا جماعة فايدة عظيمة جدا، ومهما كانت حاجتك أو مهما كان هدفك أو مطلبك، بإذن الله هتلاقي الفايدة دي نافعة جدا لتحقيق هذا الهدف أو لتحقيق هذا المطلب. طيب الفايدة دي عبد الله أنا بعملها إزاي وبطبقها إزاي؟ هبدأ بإذن الله يا أحبابي في ذكر تفاصيل الفايدة وذكر تفاصيل الفائدة بالتفصيل يعني. بس قبل ما أبدأ في ذكر التفاصيل، أتمنى لو أنت جديد في القناة تشرفني وتشترك في القناة، ولو أنت معايا قديم في القناة اضغط على زر اللايك وتعيلي دعوة في التعليقات بالتوفيق. ويلا بينا يا أحبابي نسمي الله ونبدأ في ذكر التفاصيل والفايدة بالكامل إن شاء الله. طبعا يا أحبابي هذه الفائدة لا يشترط في فعلها يوم معين، أنت بتعملها في يوم واحد بس، ولا يشترط إن أنت تيجي تعملها يوم معين. انت بتيجي باذن الله في جوف الليل، لان جوف الليل ده وقت مبارك، والله عز وجل ينزل في الثلث الاخير من الليل فيقول هل من داع فيستجيب له. يعني ربنا بينزل او الله عز وجل بينزل في الثلث الاخير من الليل، فانت بتيجي في جوف الليل قبل الفجر بساعه او ساعتين، وبتجلس وانت متوجه للقبله. واول حاجه باذن الله بتعملها هي ان انت بتقرا البسمله 19 مره، بتقول بسم الله الرحمن الرحيم 19 مره. بعد ذلك بفضل الله عز وجل وبعد ما بتكون بقراءه البسمله 19 مره هتقرا سوره ياسين 7 مرات كامله، تقرأ سورة ياسين بالعدد 7 مرات. بعد ذلك بفضل الله عز وجل وبعد ما بتقوم بإذن الله بقراءة سورة ياسين 7 مرات كاملة، بتقول هذا الاسم العظيم 100 مرة. والاسم هو اسم الله عز وجل المجيب، اللي معناه أي أن الله تعالى يجيب لك دعواتك ويجيب لك كل أمنياتك وكل أهدافك، وإذا دعوت الله بشيء فإنه مجيب، فبتقول يا مجيب 100 مرة. بعد ذلك بتقول هذا الدعاء، وهذا الدعاء جماعة عظيم جدا، لدرجة أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، شاف رجل بيقوله وقال أن هذا الرجل دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. يبقى احنا لحد دلوقتي قلنا أن أنت هتقول بسملة 19 مرة، بعد كده بتقرأ سورة ياسين 7 مرات، بعد كده يا مجيب 100 مرة، بعد كده هتقول الدعاء العظيم ده 7 مرات. والدعاء بإذن الله اللي أنت هتقوله هو اللهم إني أشهد أنك أنت لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
اقضي حاجتي وهي وتذكر حاجتك او حاجاتك، يعني يجوز ان انت تذكر حاجه واحده او تذكر اكثر من حاجه. يبقى هو ده الدعاء، اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اقضي حاجتي وهي تذكر حاجتك او حاجاتك. وبتقرا الدعاء ده 7 مرات، وفي المره الاولى بتقول حاجتك، وفي المره الثانيه بتقول حاجاتك، وبرضه في المره الثالثه لحد ما تخلص ال7 مرات. بعد كده باذن الله تنام باذن الله مهما كان اللي دعوت به الله عز وجل، ابشر باذن الله، وابشر باذن الله فانه باذن الله محقق وباذن الله تحققه. فبس كده يكون الفيديو خلص يا احبابي، اتمنى تكونوا استفدتوا منه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.